ازيكم عاملين ايه؟ بتمنى تكون الف خير وتفرج على النهارده. النهارده احنا نازلين نجرب تجربه جديده، هنجيب اندومي كوري وانا برضو معايا حد مميز زي المره اللي فاتت. تا 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 تا. بس يا جماعه طقم جودي جامد ازاي؟ وش يعني؟ بصوا جمدان، هي نازله مخصوص يعني مش هيك كل ده عشان جودي جودي بروتا بروتا. اوه اوبا. لو سمحتي كنا عايزين نسال، انت لابسه ايه النهارده؟ الوانك؟ ايوه ده لونه ايه؟ لونه بينك. والتوكة؟ دو. اوف طيب شكرا جدا. اوبا جماعة احنا خلصناها اهي و ندوق كده. ماشي هنجرب. انت فتحتي ده؟ تلك استنيني يعني انا لما انت تفتحي انا ايه ده؟ دي توابل مجففة، ريحتها زي ريحة الكشري. لا مش بهزر، ريحتها غريبة قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايش ده؟ ده كرم. جميل. ماشي يا جودي، نحط بقى في كل حتة. شوف ده لو حرق يبقى مش هنحطه كله، بس ما فيش غيره يعني تقريبا. هذا تاني. اقعدي هنا عشان تباني. جودي هاتي مقص. مقص؟ هذا مقص يا مان، هذا مقص نور. مش عارفة افتحها. مقص كده. تعالي اطلعي اطلعي عشان تباني هنا. ريتا فتا حراء. حلاء؟ لا حلاء. او جميل. او جميل كده. ده محر؟ هو شكله ان طعمه حلو، بس ايه مش هنحطها كلها برضه يعني خوفا عشان جوجي. يلا اجيب سوكي. انا هاتي شوكة. سوكي بقى، سوكي بقى، فوق بقى، فوق بقى، فوق بقى. انت ليه منديله ميه؟ منديله ميه؟ انا هفضي بقى عشان تعبانه. طب ما انت هتروحي تجيبي شوكة. كنت كده تعبانه هجيب سوكة كده. وهاتي معاكي لو سمحتي ميه. لا يا لو سمحتي ميه. عايزة اشوف شكلها من قدام. ميه شكلها جامد بصراحة، انا متحمسة اجربها. استنى اعدل الكاميرا. تمام كده، واتحب كمان. اما مش حراق قوي يعني، حراق بس ما اللي هو ما يحرقش البق. طبيعتها ما تعجبش. حطي ميه. وفي اللي برضه معجنه. حطي ميه. هي طبيعتها كده. ايه؟ حطي ميه. رميتها عشان الميه ما بتتهمش الميه. يلا
هدوء. جبت شوكة؟ يلا استني ابعدهولك عشان تسهري كده. استني عضلك الكرسي. خدت العيش؟ يلا يا ميمي. لحد دلوقتي مقرف وحراق وملهاش طعم قوي يعني، وحراق اوفر. مفيهاش يعني، هي المفروض بالجبنة مفيهاش سنة جبنة. انصح اي حد مجيبهاش تاني، مقرف اوي. عاملين الحاجات اللي جوه دي عاملة زي ايه؟ زي طحالب البحر وحاجات زي كده، حاجة مقرفة اوي. لا مش قادرة اكملها، طعمها فظيع قوي. بس فكان اول حاجة العجينة سخنة جدا، يعني كانت عجينة كده، عجينة القدوم مقارنة بقى، انا مقارنة عجينة القدوم العادية كانت بتبقى رفيعة كده ولذيذة بتتمص على طول، ده عجينة تخينة وطبيعته معجنة. يعني انا طفيت عليه قبل ما يستوي تماما، يعني سبت ترك كده عشان ما يعجنش، مع ذلك كان معجن. هو طبيعته كده معجنة ولازق شوية، وفوق كل ده طعمه سيء، عبارة عن شطة مثلا ومحطوط عليها سكر، وكمان التوابل الطحالب الحاجات مش عارفة دي طحالب ولا ايه، ولا توابل مكففخة ولا ايه، ده كان طعمها وحش، كان حاجة كده مسكرة وبتقرمش، يعني كان طعمها وحش قوي. بس وايه تاني؟ النظام التاني مش فاصلين الشطة عن التوابل زي التاني، يعني الشطة هي معاها التوابل نفسها، بس طعمه وحش جدا ومنصحش اي حد ان هو يجربه. ممكن يكون لو في ماركة تانية، بس انا جبت اشهر ماركة اللي هي بتكون مرسوم عليها كده شكل اللي هو الموجود ده، مش عارفة انطق اسمه، مش عارفة اسم الماركة، بس انا عارفها بالشكل. بس ما كانتش حلوة تماما، وان الماركة دي مشهورة بس ما كانتش حلوة، ومنصحش اي حد يجربه تماما، طعمه لزج ويعني مفيش حاجة عدلة. والاندومي العادي ده يضربه بصه يعني يكسب في الرهن بتاعه على طول. بس ده كان فيديو النهارده، عشان نستعمل لايك للفيديو، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات. اشوفكم فيديو جديد.